حكم علي القاضي بقرينة وحكم علي القاضي بدليل. شو الفرق بين القرينة والدليل؟ وهل ممكن يحكم القاضي بقرينة أو ممكن يحكم القاضي بدليل؟ قبل ما نعرف أجوبة الأسئلة هذه لابد نعرف تعريف القرينة. إيش معنى قرينة؟ أنت لو جاك واحد قال لك يا فلان أنا شفت فلان سوى كذا وكذا، إيش يتبادر إلى ذهنك؟ شفت لي تبادر إلى ذهنك هذا؟ هذه هي القرينة. أعطيك موقف، افترضنا أنه جاك واحد وقال لك يا عبد الله، أنت اسمك عبد الله مثلا، يا عبد الله أنا شفت مروان خرج من بيت صالح وكان يركض وسكر الباب وراه، والبيت كان مظلم وكان مروان يشيل معه كياس، ويوم إنه شافني مروان ارتبك قال أنت شو اللي جابك هنا؟ وكانت الكياس فيها أغراض. إيش تتوقع يا عبد الله؟ إيش تتوقع مروان سوى؟ بتبادر إلى ذهنك الآن إن مروان سرق بيت صالح، بقرينة إن مروان خرج من بيت صالح بطريقة مغايرة للعرف والعادة، وأيضا لأنه ارتبك يا من شاف الراوي هذا اللي يقول لنا القصة. هذه هي القرينة. القرينة يا جماعة الخير هي استنتاج ذهني لدى القاضي، والأصل أن القاضي لا يحكم بقرينة واحدة. إن القرينة بما أنها استنتاج ذهني فتقريبا هي مبنية على الظن. الظن بقرينة واحدة ما تكفي، لابد عدة قرائن، قرينة كذا وقرينة كذا وقرينة كذا. ثلاث قرائن مثلا أو ممكن نقول قرينتين قوية، هذه تكفي للحكم أو لإثبات إدانة أو الثبوت الحق عموما، سواء كانت قضية جزائية أو قضية مدنية. فقوة القرينة ليست بتلك القوة مقارنة بالدليل. أما الدليل يا جماعة الخير فلابد قبل ما أقول لكم وش قوته لابد نعرف الدليل. وش معنى دليل؟ الدليل هو أي وسيلة تستخدم لإثبات أو نفي أي واقعة، هذا هو الدليل. الأصل في الدليل أنه لا يحتمل الخطأ، فتكون حجيته عالية جدا ومرتفعة، هذا الأصل في الدليل. جاك دليل والله تقدر على ما قال تلعب فيه ومقاطع ويحتمل، فهذا ليس دليل، هذا قرينة. الدليل الأصل فيه أنه ما يحتمل، دليل واضح خلاص، مقطع فيديو لشخص وهو يقوم مثلا بارتكاب جريمة معينة، سرقة، قتل، أي شيء. المقطع هذا الأصل فيه أنه دليل، هذا الأصل دليل رقمي، إذا سماه نظام الإثبات دليل رقمي. طبعا الأدلة تختلف، أنه المقطع هذا ما ودنا نطول فيه، ما ودنا نشرح أنواع الأدلة، دليل مباشر، دليل غير مباشر، دليل مادي، دليل غير مادي، مو لازم، هذه كلها تفريعات قانونية بحتة، والمشاهد ما هو في حاجة، المشاهد يحتاج إلى الفرق بس بين الدليل والقرينة علشان تكون الصورة عنده واضحة. فنخلص في نهاية المقطع إلى زبدة هذا الفيديو، أن القرينة مقارنة بالدليل ضعيفة جدا ولا قيمة لها، فلو تعارض الدليل والقرينة سقطت القرينة وبقى الدليل، لأن الدليل أقوى. بالنقيض الدليل أقوى من القرينة. لو افترضنا أنه ظهر في القضية دليل وظهر في القضية دليل معاكس للدليل الأول، دليل يثبت ودليل ينفي، إيش نعمل يا جماعة الخير؟ دليل يثبت ولا دليل ينفي؟ ولا وش نسوي في الدليلين هذه؟ جاك شاهد يقول لا أنا أشهد أنه كذا وكذا وكذا وكذا، جاك شاهد ثاني قال لا أنا أشهد أن فلان أصلا كان في الوقت الفلاني في مكان كذا، شهادتين متناقضتين، إيش نعمل؟ الشهادة الأولى ولا الشهادة الثانية؟ الشهادتين فيها تناقض، الأصل أن الاثنين يسقطون فتعود القضية إلى أصلها. إذا كانت القضية تهمة فبما أن الاثنين سقطوا فنعود إلى الأصل، والأصل في المتهم البراءة، هذا الأصل، ليس مدان المتهم إلا بدليل. الدليلين سقطوا، دليل البراءة ودليل الإدانة، فدام أنهم سقطوا نعود للأصل. واحد يقول أنا أشهد أن صالح كان في موقع الجريمة أنا شفته، والثاني يقول أنا أشهد أن صالح كان في موقع آخر مغاير عن موقع الجريمة، فإن تسقط الشهادتين فنعود إلى الأصل وتنظر الدائرة القضائية بقية الأدلة وتحكم بناء على ذلك. في ختام المقطع لا تنسى تدعمنا بالاشتراك والنشر والإعجاب لعل الله أن ينفع بها، واكتب لي تحت في التعليقات وش تبيني أتكلم عنه في الحلقات القادمة. الله يوفقنا وإياكم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.